شوف احنا نقعد من الصبح نبارز الله بالمعصية يوميا، ها؟ من الصبح مثل ما يقول الدعاء: خيرك الينا نازل وشرنا اليك صاعد. فتلاحظ احنا دائما عندنا ناس يكفر بالله، يعترض على حكم الله، يعرض عن الله عز وجل، ومع ذلك تتصور الله قابله؟ قطع عنا اسباب الرحمة؟ العافية وياه، ها؟ والخير وياه، والعمر وياه، ويعطي كل شيء، ها؟ أرجوك، أي رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ وسعت رحمته كل شيء. الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، يرحم عباده. ولذلك أنت لا تطلب الرحمة إلا من الله.